ولمزيد من إلقاء الضوء على ما حصل اليوم في ساحة النجمة من اعتراض على التمديد، معنا الناشط في مجموعة من أجل الجمهورية مروان معروف. مساء الخير مروان، أهلا وسهلا فيك. بعرف ما كتير بدك تحكي عن شو صار معكم من اعتداءات، بس ولو بشكل مختصر، ليه في قطب تحت عيونك وكأنه أخذ بوكس بوجهك؟ يعني تعرفي نحن اليوم كن يعني عنا تحرك نوعي، هو منع النواب الممددين لنفسهم للوصول إلى ساحة النجمة، وجربنا بكل الطرق عن طريق باد وبندورة انزل نواب الممددين لنفسهم ورايحين مددوا مرة تانية. بمرحلة معينة صار في اعتقال لأحد الناشطين، فجربنا نعرف شو عم بيصير، وجربنا كمان نرجع على نقطة التظاهر اللي كنا موجودين فيه، وإذ القوى الأمنية بتنزل فينا بالضرب وشطبونا. في قطب تحت عينك؟ سبع قطب. ماشي، كانوا في بس اليوم الضربه هي اكثر للديمقراطيه، اليوم الضربه هي لديمقراطيه لبنان. انا بدي اقول انه فعلا هو اشترط انه ما كثير نحكي عن الاعتداءات اللي صارت عليكم، لانه كنتوا تحكوا عن فحوه السياسه او القانوني للي صار. طيب انا خليني بس اسرد شويه ردود عليكم. في احد النواب اللي هو النائب رياض رحال لاسباب طبعا معروفه ما فينا نكرر اللي قاله، ولكن استخدم الفاظ بذيئه بنعت تصرفاتكم. وفي النائب نقوله فتوش اللي قال انه انتم كمجتمع مدني ما بتفهموا شيء بالقانون، هل من رد؟ اكيد. اول شيء على الالفاظ البذيئه، شفتي بس النائب ما بيعود بينتخب من الشعب، ما بيعود همه راي الشعب، فبس راي ينتخب وبس ما يكون عنده خوف من الانتخابات بصير كلامه على هذا الشكل، فهذا الرد لنا. بس يرجع النايب بده يكون عنده صوت المواطن والسلطة الشعبية للمواطن، ما بنسمع بقى مثل هيك ألفاظ من نواب ممددين لنفسهم. لمسألة النائب الممدد لنفسه فتوش، هو عنده نقابين صار جديد، ممدد لنفسه وتاني شغله هو محامي انشحط من نقابة المحامين. فنحن بدنا نقول له بس بكل صراحة، مسألة القانونية بكرة الأمم المتحدة بتدرسها، ويراجع الأمم المتحدة لنشوف مين بيفهم بالقانون. طيب سؤال أخير، مثل ما ذكرت المقدمة في أخبار طبعا سارة نحن في عنا ركار أو يعني أحد الركارات بالعالم برئاسة مجلس النواب، كيف بتحب أنك منتخب أم ممدد له؟ شو بتحب تتوجه لرئيس نبيه بري يعني هلا عم يكسر الركار؟ هلا بدنا نصير بركي إن شاء الله ما يصير الركار بكم مرة ممدد لحاله. فالمعركة مستمرة، نحن معركتنا ضد التمديد لأنه في كسر للديمقراطية وللدستور اللبناني. معركتنا بكرة راح تكون أنه بدنا انتخابات، بطلت المعركة لا للتمديد، صارت المعركة بدنا انتخابات اليوم قبل بكرة. شكرا لك على وجودك معنا مروان.